دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم واللي هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيعقد مؤتمر صحفي مع الرئيسة التنفيذية للهابيتات للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12. بيعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع. النهاردة هيشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة انطلاق الأسبوع 11 من خطته التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024-2025 بتنفيذ 5 دورات تدريبية، هي دورة الخريطة الاستثمارية لمصر ودورة مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغيرات المناخية ودورة الصحة النفسية وأثرها على رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية وتحمل ضغوط العمل بطاقة إيجابية والتعامل مع المواطنين، إضافة للأسبوع الثاني والأخير من دورة إعداد قادة المستقبل مستوى متقدم، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات 182 متدرب. النهاردة هيعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى 17 لمنظمات المجتمع المدني 2024 تحت عنوان دور المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الإنسان، وده بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبيأتي ذلك أيضاً في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية من خلال ملتقى بناء يسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان. النهاردة هتسافر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصراً إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة المنتخب الموريتاني المقرر ليها الثلاث المقبل بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وبتستغرق رحلة منتخب مصر الموريتانيا من 7 لـ 8 ساعات.